FM. الكلمة ليك. ما تخافش اليوم يسرى محنوش انك معناتها تلصق فيك حكايه العراقي والكردي. علاش بالعكس ان نحب تلصق يعني كيفة. يقولوا يسرى محنوش يقولوا عراقي يقولوا كردي معناتها تلبس الجلباب العراقي. لا 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 انا نلبس الجلباب العراقي طبعا ونتشرف ونلبس اي جلباب اي بلد عربي ونغني كل اللغات ما عنديش مشاكل ونحب نرضي جميع يعني جميع مش جميع الناس جميع مع المستمعين فما شكون يحبني في العراقي طبعا يا اخي نذكروا فضل الفنان الكبير كاظم الساهر اللي كان معايا يعني في برنامج ذا فويس وعاوني وساعدني واعطاني برشا موجات ايجابيه ودعم كبير وهو عراقي حبوني العراقيين على محبته هو انا اكيد وكنا بلد واحد انا في تونسيه مع عراقي وعراقي مع تونسيه اغريتي العراقيين بالعراقي والله اللي يشوف العراقيين حبوني من قبل ما نغني ميحانة من أول وأنا في كل برنامج The Voice كنت نغني في أم كلثوم وكنت نغني في وردة وكنت نغني في يعني ما كنتش نغني في ولا أغنية عراقية كان في الفينال وكانت المفاجأة وحبوني أكثر يعني حبوني لي شخصي لي صوتي لي يعني وكانوا أكيد لحب قيصر خدمت على كاظم الساهر وخدمت على جمهور كاظم الساهر يعني خدمت على يعني جمهور يعني استثمرت اسم كاظم الساهر في الحكاية ذي واللون العراقي والجمهور العراقي لا لا لا, لا, لا أنا كنت أنا نفسي معناتها انا جمهوري حتى في مصر يعني يبدا يستنى في الاغاني المصريه وفي البومي عندي اغنيتين مصريات ان شاء الله كابافان الكلمه ليك